قناة السويس هندسة الوصل بين الشرق والغرب وأسرع ممر مائي بينهما. منذ افتتاح القناة في عام 1869 لم تسلم من التقلبات السياسية والحروب وسوء الأحوال الجوية، بل واصطدام جنوح السفن التي أدت إلى إطلاق القناة العديد من المرات. الإغلاق الأول أمام حركة الملاحة العالمية وعبور السفن بعد افتتاح القناة ب13 عاما، وذلك بسبب الثورة العرابية التي قادها الزعيم أحمد عرابي لمنع الاحتلال الإنجليزي، ودام الإغلاق لمدة 2 يوم. الإغلاق الثاني كان في عام 1885 عندما اصطدمت طراقة مع سفينة وأدت إلى إغلاق القناة لمدة 11 يوما. الإغلاق الثالث في عام 1905 نتيجة اصطدام سفينتين مما أدى إلى إشعال النار في إحداهما وأدت إلى تعطيل الملاحة لمدة 10 أيام. الإغلاق الرابع وذلك بسبب الحرب العالمية الأولى وغرق عدد من السفن في بورسعيد. الإغلاق الخامس وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية منذ عام 1940 إلى 1942. الإغلاق السادس في عام 1952 بسبب غرق إحدى السفن بالقرب من مدينة بورسعيد. الإغلاق السابع في عام 1956 بسبب العدوان الثلاثي على مصر. الإغلاق الثامن ويعد أطول فترة إغلاق للقناة، وكان بعد حرب 1967 ودام لمدة 8 سنوات، وعادت الملاحة إلى القناة في عام 1975 بعد الانتصار في حرب أكتوبر وتوقيع اتفاقية فض الاشتباك الثاني بين مصر وإسرائيل، وأدى هذا الإغلاق إلى تكبد العالم خسائر بسبب الإغلاق. إنه في يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس جنحت سفينة إيفر جيفن العملاقة في قناة السويس، وذلك بسبب الأحوال الجوية مما أدى إلى إغلاق القناة أمام الملاحة العالمية. إيفر جيفن واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم، يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، وتحمل السفينة على متنها أكثر من 20,000 حاوية بحمولات تزيد عن 230,000 طن. وهود مصر في تعويم السفينة. وبعدما خوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة الكثير من الوقت، إلا أنه قد نجحت مصر في تعويم السفينة في 6 أيام رغم التعقيد الفني الهائل دون وقوع خسائر بشرية. وقال رئيس الهيئة إنه لو كان في مكان آخر في العالم وتستغرق مثل هذه العملية 3 أشهر، إلا أن رجال الهيئة قاموا بهذه العملية في 6 أيام. وقامت القراقات برفع 20,000 طن من الرمال حول السفينة، وقامت الهيئة بالدفع بالكثير من الأسطول الكراقات الذي يوجد لديها. ولقد قام العاملين في القناة بالعمل على مدار الساعة من خلال أعمال التكريك، وذلك دون تخفيف حمولة السفينة. وكانت عملية تعويم السفينة بأيدي مصرية خالصة دون تدخل أجنبي، وهذا يدل على كفاءة واحترافية العملة المصرية الذين أثبتوا على أنهم قدر المسؤولية دوما. وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة القناة للإطمئنان على الملاحة، وقام بالثناء على عمال القناة. وتحيا مصر.